قد تكون الإطلالات الأنثوية البسيطة من الأجمل لعيد الحب، خاصة إنها رومانسية وتمنحك لوك ناجح ومتكامل من دون القيام بالكثير من المجهود. لذلك ننصحك بها إذا كان موعدك هذا العام عبارة عن عشاء رومانسي بعيد عن صخب الأضواء. إذا كنت من محبات الفساتين فننصحك باختيار تلك البسيطة وغير المبالغ بها. من هنا انتقي تصميم بقماش بسيط مثل القطن أو حتى المخمل، وابتعدي عن التطريزات والشك، واعتمدي بعدها شوز كعب شبابي بامتياز كالصندل على سبيل المثال، ولا تنسي الاكسسوارات التي ستكمل الإطلالة. كذلك وبما أن الطقس لا يزال بارد، يمكنك الاستفادة من سترات الفرو، إذ إنها تضيف لمسة مميزة وستايلش جدا على الإطلالة. اختاري جاكيت بتدرج الأحمر الذي يتطابق بشكل مثالي مع فستانك، وضع الستر على كتفيك لرفع مستوى الإطلالة. إذا كان فستانك قصير أضيفي أسفله شرابات طويلة باللون الأحمر لتدخلي بمود الفالنتاين من الرأس حتى القدمين. الفخامة والأناقة هي عنوان الحب أيضا لهذا الموسم، لذلك إذا كان احتفالك يتطلب اختيار إطلالات صارخة تابعينا في هذه الفقرة لكي تستفيدي منها لإطلالتك لهذه الليلة. وبما أنك تبحثين عن لوك فخم وصارخ، فننصحك باللجوء إلى الفساتين بكل بساطة، لأنها كفيلة بأن ترفع مستوى أي إطلالة دون القيام بالكثير من المجهود. قد يكون في هذه الحالة فستان ترتر ماكسي باللون الأحمر هو أول ما يخطر على بالك. إن أردت أن يكون هذا الفستان هو محط الأنظار، فنسقيه دون إضافة أي إكسسوارات، بل ركزي فقط على الشوز والحقيبة التي ستزين الإطلالة. أما إن أردت المجازفة فنسقي أسفله شرابات شبك مثلا للوك يعكس ستايلك الجريء وغير التقليدي. كذلك للفساتين القصيرة مكانة هنا، إذ يمكنك تنسيقها بطريقة أنيقة للغاية. ولكن كيف؟ بكل بساطة اختاري مجوهرات فخمة تليق بالمناسبة مع شوز ستيلتو، إذ إنه من الأكثر كلاسيكية وحقيبة أنيقة أيضا. أخيرا ومع اختيار أي فستان احرصي على أن يكون مزين بتفاصيل تجعل منه ملفت وفريد، لذا انتقي مثلا كاب للمسة أنيقة لا مثيل لها أو البعض من الريش للوك فخم وجذاب.